ويقول حفظك الله يفوتني التبكير إلى الصلاة، فهل أنا معذور بذلك؟ نعم أنت معذور بذلك، لأنك مع ابنك تريد أن يحضر إلى الصلاة، فأنت في عمل صالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الإخوان في المقبرة يعظ الناس، بإمكانك أنك تصلي الراتبة في البيت، صلي الراتبة في البيت، تحضر الإقامة. نعم.